واليوم الثلاثاء 10 سبتمبر ايلول 2024. بداية معك عزيزي مولود الجوزاء، الحقيقة اليوم شوية معاكسات، يعني رغم انه الشمس عم تعكسك شوي ببرج العذراء، ولكن اليوم كمان في قمر إضافة للشمس من برج القوس، لهيك اليوم بدك تحاول إنه ما يعني ما تخلق أي مواجهة بينك وبين الآخرين، يعني تعزز صبرك شوي، تطول بالك شوي، أمور ما مشيت على خاطرك معلش تجاهلها، لأنه هاي قصة التأخيرات ممكن تسمعك يومين وبعدين الأمور ماشية على خير ما يرى. بالنسبة لك عزيزي مولود العذراء، يوم شوي بيحمل بعض الضغوط، ويمكن تكون على المستوى العائلي، يعني في شيء هيك على صعيد تغييرات معينة، على صعيد نقاشات مع أفراد العائلة. هلأ ممكن البعض يكون عندهم بعض الظروف الصحية يلي شغلتهم، البعض الآخر ممكن عم بيستعدوا لحملة تغييرات، لهيك شوي توترات عم بتكون شوي تقيلة اليوم. يلا روق شوي اليوم وحاول تتعامل مع هالناس القراب منك بلطف وبدون ما توجه لهم ملاحظات ساخرة. عزيزي مولود الحوت، ما نكراي أبداً اليوم. هلا مو مشكلة اليوم، هو الحقيقة هي الفترة كلها، وبتمنى تكون سمعت توقعات شهر سبتمبر لإلك الخاصة فيك. يعني هي الفترة كلها الحقيقة ضغطة، وزاد الطين بلة اليوم كمان تواجد القمر بموقع ما كتير مناسب لإلك، فعلى ما يبدو أنت بشغلك مالك مرتاح، على ما يبدو علاقاتك العملية شوي عم بتعاني من هيك بعض التسلط أو بعض الضغط يمكن، أو قلة التقدير يلي عم بتواجهها من المحيط. هلأ اليوم حاول ما كتير يعني تخلق متاعب لإلك ما بين قيل وقال، وإذا سمعت شيء مستفز فحاول إنك تتجاهله. عزيزي مولود الجدي، يوم من الأيام يلي شوي فيها هدوء، هلأ بيناسبك الهدوء بس ما بتناسبك الكآبة. تذكر دائما أنت كوكبك زحل، زحل هو جالب للكآبة، فاليوم وزحل عم يتراجع طبعا، فلهيك أنا بتمنى اليوم أنك تحاول تقوي حالك من الداخل، يعني معنوياً تحاول تعزز ثقتك بنفسك، تعزز ثقتك بالمستقبل، رغم إذا كنت عم بتعاني من بعض المتاعب سواء كانت على صعيد مهني سواء كانت على صعيد مالي، إلا أنه هذا اليوم شوي بحسسك بالتعب. اهتم بصحتك شوي ورفه عن نفسك إذا بتقدر، يعني كون نوجد مع أماكن ممكن أو مع أشخاص ممكن يعطوك طاقة جيدة اليوم لأنك محتاجة. عزيزي مولود السرطان، الظروف العملية عم تضغط عليك كتير الحقيقة، بدك تشتغل على أكثر من جبهة اليوم، وما بعرف إذا بتنجز بطريقة لائقة أو ممكن أدائك يعني يكون كامل. ضغوط العمل كتيرة، مسؤوليات كتيرة، مطالب يمكن حتى الوقت يعني عم بتحس يعني ما عم بيخدمك، يا أما أنت الحقيقة ما عم تستثمره بطريقة يعني صحيحة، يمكن عم بتبدده بأمور سنوية على حساب عملك. يعني نتيجة الكلام بدك تحاول يوم مولود السرطان ما تراكم أمورك، وبدك تحاول تنهي المطلوب منك وخاصة المهم. عزيزي مولود العقرب، أمور المال شغلة تفكيرك وشغلة بالك بهي الفترات، وهي يعني عموماً هي الفترة جيدة لك، يعني توقع أنه هذا الشهر في كم دفعة ممكن تجيك يعني من المال بغض النظر شو قيمتها، بس اليوم في عندك مصاريف، فما بعرف أنه هي اختيارية أو اضطرارية، يعني أياً كانت الظروف اليوم حاول تحافظ على ميزانيتك كرمال ما يكون فيها أي اهتزازات أو متاعب لاحقا. عزيزي مولود الثور، يوم كتير مريح ويوم كتير المناخ حلوة، ولا ممكن اليوم تسمع بكلمة حلوة، تسمع شكر، تسمع تقدير من الآخرين، تحاول أنت تلاقي قواسم مشتركة بينك وبينهم. إذا في مشكلة طرقت باليومين السابقين ممكن تدخل مرحلة من التفاوض على بعض الأمور المعلقة بهدف أنك تلاقي لها مخارج مناسبة وحلول. هلأ البعض من مواليد الثور ممكن كمان عم بيناقشوا بأمور العلاقة بديون أو بالتزامات أو بعمليات مالية ناويين عليها. عزيزي مولود الدلو، يوم للأصدقاء، خليني أقول يوم للعلاقات الاجتماعية، للعلاقات العامة، يعني عموماً اليوم أنت متواجد بأجواء أنت بتحبها، سواء كنت مسافر، سواء كنت عم تلتقي بأصدقاء قدامى، سواء كنت بدعوة، سواء كنت بمناسبة أو عم تستقبل حدا بالبيت، يعني اليوم للناس الحقيقة، وأنت عم تقضي وقت حلو أكيد وممتع.
عزيزي مولود الميزان يوم للتواصل، يوم بيحمل لك كثير من النشاطات وبيحمل لك كثير من التحركات الفعالة، يمكن يعني وكأنه هيك عم بتفعل لقاءات، مبسوط بتعارف جديد، ممكن تكون الحالة الاجتماعية مشوقة أو الحالة العاطفية مشوقة لك بهي المرحلة. لا تنسى أن الزهرة موجود عندك ويمكن يطرح أمامك فرص عاطفية جديدة أنت بأمس الحاجة لإلها. يوم حتى العائلة إلى نصيب من وقتك. عزيزي مولود الحمل أحد الأبراج الأكثر حظاً معنا لليوم، عم تحكي بسفر، عم تحكي بأمور مالية، عم تنتظر أخبار ويمكن تحصل على بعض الأخبار المبشرة، عم تستقبل حدا، يعني ممكن اليوم تفاعلك كتير قوي وطاقتك قوية الحقيقة مولود الحمل، فاستثمرها بمكانها الصحيح. وإذا كنت ناوي على جديد فاليوم ممكن يعني تكون تضع هيك مثل هيكل معين لأمورك القادمة، إضافة إنه المواضيع اللي إلها علاقة بأوراق، يلي إلها علاقة بأسفار، يلي إلها علاقة بمعاملات قانونية إدارية، هاي فترة ممكن تمشي فيها بسرعة مطلوب. عزيزي مولود الأسد يوم للحب ويوم للعواطف ويوم للاجتماعيات ويوم للعائلة كلهم مع بعضهم، يعني اليوم في فرحة عند مولود الأسد، يمكن تسمع بخبر، يمكن تحصل على موافقة، يمكن تنتهي من قصة كانت شغلتك بالمراحل الماضية، ممكن كتير تكون عم تتفق على جديد بخص مهنتك بخص أعمالك، أمورك بشكل عام اليوم ميسرة والحظ عم بيحالفك. عزيزي مولود القوس وأخيراً استعدت الطاقة واستعدت العافية وتفاؤلك اللي أنت مشهور فيه، يعني أكثر الأبراج تفاؤلاً، يعني هو مولود برج القوس لأنه حاكمك طبعاً المشتري اللي هلأ موجود ببيت شراكاتك، فليش الفترة يمكن يكون فيها شوي اندفاعات، يمكن فيها قرارات خاطئة بدك تنتبه، خاصة أنه اليوم الأمر داعم لإلك، فياريت تحكم من عقلك وتدرس خياراتك وقراراتك بشكل كتير سليم خلال المرحلة القادمة، وخاصة بما يخص علاقاتك الرئيسية وعلاقاتك الجديدة. مواليد القوس يمكن دخلوا أوساط اجتماعية، يمكن تعرفوا على ناس كتير، يمكن أنشأوا علاقات عاطفية، يعني بظن لازم أنه تفكر فيها بشكل جدي.